السلام عليكم. إذا وصلنا اليوم للتمرين رقم 25 كما وعدتكم، عاد نوصلوا حتى للتمرين رقم 100، يعني باش إن شاء الله اللي بغى يولي بازي في المط في هذه السنة هذه، فهذه مناسبة. إذا التمارين اللي دازو كاملين 24 كلهم في رابط أسفل الفيديو اللي بغى يعاود يشوفهم. اللي بغى ينقل هذا التمرين ها هو وحداكم، وقفوا لا فيديو ونقلوه. اللي بغى امبريميه راني حاط الفورما بي دي اف بري امبريمي، يعني جاهزة للطبع، راني حاطها في صندوق الوصف. ونبداو على بركة الله بالسؤال الأول. قبل ما نبدا راه كاين بعض الأسئلة، هذو هما ما درتهم يعني بحال فاريسيون، يعني تقييم داك الشيء اللي شفنا من قبل. شوف السؤال الأول فيه سامبلي فيه، السؤال الثاني فيه في هاد ليكريتور سيونتيفيك والبويسونس، هذا فيه البويسونس، هذا فيه البويسونس، يعني بحال اللي كان درت ملخص ديال التمارين اللي شفناهم كاملين في التمرين هذا، يعني هذا مهم مهم بزاف. اذا على بركة الله نبداو بالسؤال الاول اللي هو البسيط. هاد الكا نمشيو للكا. الو كا كيساوي شنو؟ 3 على 2 اس ناقص 2 زائد 1 على 3 اس ناقص 2 ناقص 2 اس 0، هادشي كله اس ناقص 1. اذا هنا اشنا هي الطريقه؟ بعدك اول حاجه شنو قلنا؟ قلنا هاد 3 على 2 اس ناقص 2، هاد ناقص 2 من الاحسن نرجعها 2، كل ما كان هاد الاس عدد يعني موجب احسن. ولكن باش انني نرجعو باش انني نرجع جوج، قلنا كاين واحد القاعده ياك، شنو هي الثالوث اللي كيرجع ليا الاس موجب او سالب؟ شنو هي؟ كنا قلنا واقيلا هي هذه، اعلى بي اس ناقص ان كتساوي بي على ا الكل اس ان. يعني اش كندير؟ هذا الناقص كنحيدها، هي حيدت ياك، ولكن شنو الشرط؟ قلبت كت اعلى بي ولا بي على ا، كنقلب الكسر، البسط يطلع لفوق المقام يبطل لتحت، ياك؟ ها هو، اولا العكس. هو 3 على 2 اس ناقص 2 يكفينا نرجع 2 على 3 وندير اس 2 بنفس الطريقة. هنايا شوفوا معايا، هنا ها هي 3 على 2 اس ناقص 2 ولا 2 على 3 اس 2، ياك؟ وهاد 1 على 3 اس ناقص 2 شنو ولات؟ هي 3 على 1 اس 2، و 3 على 1 هي 3، هي 3 اس 2. شوف دابا هادي، دابا قالوا لي هاد الكتابة هادية مع هادي، دابا هادي بينية تسعود 3 اوكارينية تسعود، ولكن هادي شو معقدة شوية، واحد على 3 اس ناقص 2، ولكن هاد الثالوث هذا كيحل ليا صافي. هاد جوج اس صفر هذا بحال بياجي، خصني نكون عارف ان جوج اس صفر هو واحد، حيت اي عدد من غير صفر اس زيرو راه هو واحد، وهاد اس ناقص واحد خلى هي الاخرى، ما نبقاوش كنصفوا الاحداث، يعني نمشيو لها بشويه بشويه. دائما كنبداو في الاقواس، كنبداو من الاقواس الداخليه وحنا خارجين دقه دقه. تخي بيان، دابا هاد الكتابه هادي ولات هي هادي، شويه مبسطه على هادي، ماشي بحال شوف هادي كيدايره، هادي كما كان الحال هادي احسن منها. دابا نمشيو لهادي نشوف اشنو باش تعطيني. الوغ باش نستعمل الثالوث هذا، علاش؟ اعلى بي الكل اس ان كيساوي ا اس ان بي اس ان، باش يفكك ليا هذا، يحل ليا هذا، هاد القوس هذا بغيت نحيدو. باش نحيد القوس هذا خاصني واحد الثالوث سبيسيال اللي هو هذا، كيقول لي هاد الان هادي كتفرق على البسط على المقام بجوج. ها هي هاد جوج هادي غنفرقها على جوج ولا ثلاثة بهذا الشكل هذا. ها هي هاد جوج داتا، هاد جوج وداتا ثلاثة، ها القوس حايد ياك. وهاد ثلاثة اوكاري راه باينة هي تسعود، هاد واحد خليه كما هو، وهاد ناقص واحد دائما خليه ولا خاصة نوصل ليه. تخي بيان، دابا هادي كتحسب، هاد جوج اوكاري هي أربعة، ثلاثة اوكاري هي تسعود، وهاد ناقص واحد هي ثمانية، وهاد ناقص واحد ها هو ناقص واحد، حيت جا فوق ناقص واحد هو فوق ثمانية. دابا عاد نمشي لهاد ناقص واحد، هذا شنو خصو؟ حتى هو خصو الثالوث ديالو، الثالوث اللي كيحل هاد الاس هذا اللي سالب، ماشي عندي هذا لا، حيت هذا الا كان عندي المقام مثلا البسط المقام كيخالف واحد، ياك؟ دابا هذا غادي نستعمل ليه الثالوث هذا، ها هو اللي كيعرف ليه، ا اس ناقص ان كيساوي واحد على ا اس ان، ها هو 8 اس ناقص واحد، هاد ا هي 8 وهاد الان هو واحد، كيساوي واحد على ا اس ان. يعني غتقول لي هذا 1 على 8 اس 1 اللي هي هكذا، اذا 4 على 9 زائد 1 على 8 بلا ما نكتب اس 1، 8 اس 1 بلا ما نكتبها، اذا هو 1 على 8. تخي بيان، دابا هذا باغي ترجعو كسر واحد، هذا ديجا شفتوه في 7 و 8 الى اخره، يعني كنستعملوا العلاقه هذه اعلى بي اس على دي كتساوي، كندير لتحت كندير شوف المقام في المقام، هي المقام في المقام، عاود هنا كندير هدف هذا زائد هدف هذا بهذا الشكل هذا. انا نشوف المقام 8 72، ها هي هاد بي في الدي هي 72، ديك 32 منين جات؟ شوفوا هنايا ا في الدي، يعني هادي في هادي، ها هي 8 في 4 ها هي 32، هاد زائد هادي ها هي، وهاد بي في السي
هي 9 في 1 هي 9، هذه هي 41 على 72، لان 32 زائد 9 هي 41، هذه 72. قلنا كنا بسطنا هذا العدد ك. تري بيان، نمشيو للسؤال الثاني. اذا السؤال الثاني ام كيساوي هذا العدد اللي كتشوفوه هنايا. هذا ديجا كنا خدمنا بحال واقيلا 22 ولا 23، ما بقيتش عاقب بالضبط. المهم هنا شنو كنا قلنا، كنحاولوا نكتبوا هذا اللي السؤال هو اعطيك الكتابه العلميه، يعني دوني لي كريتير سيونتيفيك، كنحاولوا نكتبوا هذا العدد اللي في الفصيله نكتبوه بكتابه علميه وخلاص. الطريقه راه لويتكم كيفاش كديروها، بحال دابا هاد 001 مكتوب بكتابه علميه، هذه كذلك، هذه كذلك، هذه ديال مكتوبه، هذه ديال مكتوبه. انا تبعوا معايا، اذا نكتب هكذا 26 داخليه كما هي. هاد 001 هي 10 اس ناقص 2. نذكركم بالطريقه شنو هي. قلنا هاد ديك علاش ناقص، علاش علاش الاس سالب، حيت عندي 0.00. اللي غادي 0 ديما يكون اس سالب. علاش 2 بالضبط؟ حيت كاينين 2 الاعداد موال الفصيله. تو سامبلومون كنا مثلا بلاصه واحد مثلا 5 مثلا 005، وغادي نكتب هنايا 5 في 10 اس ناقص 2. دابا ديك دابا هنا ديك الواحد بلا ما نكتبوا ديك 1 في 10 اس ناقص 2 ما نكتبش واحد، كون مثلا 6 غنكتب 6 في 10 اس ناقص 2 اكسيتيرا. تري بيان، 2 بقات كما هي ديال لا والو، هادي بقات كما هي، هادي بقات كما هي، هادي اللي بالحمار، اللي بالحمار هي اللي بالحمار هنايا. شنو كتبت هنايا؟ هي 10 اس ناقص 4. علاش ناقص؟ حيت 0، علاش 4؟ حيت كاينين ابعاد الاعداد والفاصله 1 2 3 4. بنفس الطريقه كنا مثلا 7 بلاص واحد كان 7، غنكتب 7 في 10 اس ناقص 4. هنايا في الاصل هي 1، العدد اللي كاين هنايا كنديرو هذاك هو هذا 10 اس ناقص 4. الف هي 10 اس 3. علاش 3؟ كاين 3 الاعداد موال الفاصله، 3 الاعداد داك موال الواحد. نقدر نقول الفاصله ان حد مثلا هذه في الاصل راه هي 1 في 10 اس 3. علاش ما كاينش الناقص في 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 في, في, في الاس؟ حيت ما عنديش هنايا 0 فاصله. تري بيان، 5 هي بقات كما هي. دابا شنو كنلاحظ؟ عندي هنايا هذا العدد عدد اس عدد الكل اس عدد، يعني خصني واحد التساوت اللي كيحل لي هذا القوس هذا كيحيدو لي. شكون يعني هو؟ هو هذا ا اس ان الكل اس ام كيساوي ا اس ان فوا ام. هذا هو التساوت الوحيد اللي كيقدر يحيد لي هذا القوس بحال هذا وهذا، باش نطبقوا عليهم. تري بيان، اللي كنضرب الاس هذا في هذا، نطبقوا لي هنايا، عندنا ناقص 2 في 3 و 3 في ناقص 4. اذا 6 اللي غادي يجاوبوها هذايا ما نبدل والو، الصف اللي من الاقواس، عندنا ناقص 2 في 3 تولي ناقص 6 و 3 في ناقص 4 3 في ناقص 4 تولي ناقص 12. تبعوا معايا، ها هي هذه بقات كما هي. شوف ناقص 2 في 3 هي ناقص 6 هي، وهاد 3 في ناقص 4 هي ناقص 12. من غير داك الشيء ما بدلت والو، واش باقي بلاصتو. تري بيان، دابا شنو كنلاحظ؟ دابا تكونوا لي واحد القوى اللي عندهم نفس الاساس. شوف هنايا 10 اس عدد، 10 اس عدد، ونفس الشيء في المقام 10 اس عدد في 10 اس عدد في 10 اس عدد. يعني كضعنا نفس الاساس، نفس الاساس، بعد كذا ملي كنظموا بحال دابا 23 في 2 اي في 2، ونقرب هاد الاعداد اللي فيهم نفس الاساس نقرب عن بياتهم. هي 10 اس ناقص 6، 10 اس ناقص 6، الضرب التبادلي نبدل كي بغيت، هذا نجيو لنا ولا هذا نجيو لنا، نبدل كي بغيت. نفس الشكل في المقام، هي 5 دابا هي الاولى، وعاد 10 اس 7 هي اس ناقص 4 اس ناقص 12. تري بيان، دابا نطبق هاد الثاوت هذا اللي يقول لي 10 اس ان اس ام يساوي اس ان زائد ام. يعني ملي كنعطي نفس الاساس، هي شوف 10 10 كاش كندير؟ كنكتب ديك الاساس مره واحده ونجمع لي ديسبوزون كاملين، هاد لي اس كنجمعهم كاملين بحال الشكل هذايا. لاحظوا معايا 23 في 2 هي 1040، ها هي هاد فوا هادي هي هادي هي هادو ما جمعتهم. ها شوف اس ان زائد ام ها هي 10 اس ناقص 3 زائد 30. بنفس الطريقة في المقام، هاد الخمسة هادي ها هي، هاد الضرب هادي هي هادي. هنا نكتب هاد أ أس إن زائد إم زائد ك شحال ما كانت؟ ها هي 10 أس، ها هي 7 زائد ناقص 4 زائد ناقص 12، هي 7 ناقص 4 ناقص 12. هادي كتحسب، نحسبها دابا هنايا هي هادي، دونك هذا ناقص 3 زائد 30 هي 24، و 7 ناقص 7 ناقص 4 3 ناقص 9 هي ناقص 9، فوالا هي هادي. دابا هادي بنفسها حتى هي كنطبق عليها واحد التساوت. يعني ساوت هذا عندي ا اس ان على ا اس ام كتساوي ا اس ان ناقص ام. عندي هنا 10 اس 24 على 10 اس ناقص 9، هذه شنو هي؟ بحال نقولوا ا اس ان على ا اس ام كتساوي ا اس ان ناقص ام، نكتب هي 10 اس 24 ناقص ناقص 9 بهذا الشكل هذايا. هاد 1075 باقا في بلاصتها، هذا طلع الفوق، كتولي عندي هي 10 اس 24 ناقص ناقص 9. طبقت هذه، هذه شنو هي؟ هذه هي 1075 في 10 اس 33، ان حيت 24 ناقص ناقص 30 زائد، يعني 24 زائد 9 هي 33.
تري بيان. دابا نحسب كالكلاتريس هاد 1040 على 5. 1040 على 5 شنو كتساوي ليا؟ هي 293.2 في 10 و 33. السؤال شنو هو؟ هو دوني لي كريتير سيونتيفيك ديال هاد العمليه هادي. ملي نقول لك كريتير سيونتيفيك يعني خصني نكتب هذا كنكتبو على الشكل هذا كتشوفوا هنا ا ب 10 اس بي، بحيث هاد ا خصو يكون صغار من 10. ولكن شوف عندي هنايا هاد 290 كبار من 10. اذا كان كبار من 10 اذا خصني الفاصله هذه نزيدها لهنا، نزيدها لهنا باش تولي عندي 2.09. ولكن باش نزيد الفاصله شنو كندير؟ راه خصني نزيد واحد الجوج. لاحظ معايا، اولا هذه نكتب، اولا هذه بحال هكا كتكتب على 100، على 290 نكتب 2.99 10 اس 2. واش 10 اس 2؟ ان حنت الفاصله زيدت بجوج الاعداد 1 2. هيا شوف 1 2، شوف كاين 9 ديباسيت 9 و 0 و ديت فاصله. ها هي 12 اس 2. ودابا نطبق العلاقه هذه هي ا اس ان. ا اس ان كتساوي ا اس ان زائد ام، يس، على 2 على 33 تجمعوا غتولي عندي هي 2.09 في 10 اس 2 زائد 33 اللي هي 2.09 في 10 اس 35. ولكن كنا دابا هذه كتابه علميه لهذا الشكل هذا اللي هي ا في 10 اس بي، بحيث بي هي 35 و ا هي 2.09 اللي هي صغار من 10 كبار من 1. اذا نمشيو للسؤال الموالي رقم 3. السؤال 3 حدد اكس بحيث ديتيرميني اكس تلك هاد 8 بويسونس اكس بلس 1 فوا 2 بويسونس اكس بلس 3 ايكال 4 اكسبوزون اكس. هنا خصنا نحدد اكس شكون هو. فوالا هذا كنعطي لكم اول مره، ولكن غير لاحظوا معايا باش الخطه شنو هي. نعطيكم بحال هكا، هذه بحال معادله فيها لي بويسونس. نعطيكم بحال هكا، ديما فكروا حاولوا اما ترجعوا كل شيء عنده نفس الاس ولا كل شيء عنده نفس الاساس. ياك وهنا كتب لي الاقرب، دابا ديك المرحله هذه كتبين لي شكون خصني نبين كل شيء عنده نفس، وغالبا خصو يكون عنده، خصو يكون نفس الاساس باش اكس كيكون الفوق يبقى انكوني. وان بين لي الاقرب هو الاساس، هذه 8 عندها علاقه بجوج و4 عندها علاقه بجوج. اذا 8 شنو 8؟ هي 2 بويسونس 3 2 فوا 2 فوا 2. شنو هي 4؟ هي 2، هي 2 بويسونس 2 2 فوا 2. نرجع كل شيء جوج، باش نرجع كل شيء جوج هذه تبقى كما هي ياك. وهذه نكتب 8 هي 2 اس 3، ها هي 2 اس 3. هذا الاس ما غيرت فيه والو، كان فوق 8 هو باقي فوق 8، غير 8 كتبت 2 اس 3. وبنفس الطريقه هاد اكس اكس فوق 4 بقى فوق 4، غير 4 كتبتها هي 2 اس 2، وهذا ما قبضتش فيه. تخي بيان، دابا كيبان لي واحد العلاقه شنو هي؟ هي ان عدد اس عدد، الكل اس عدد هنا وهنا. وانا كنت ديجا كنا هضرنا قلنا كاين هذا التساوت هذا اللي قلنا هو اللي كيحل بحال هذا النوع ديال لي بويسونس ياك. يعني كنضرب هاد الثلاثه اكس زائد 1 هو ا اس ان، الكل اس ان كيساوي ا اس ان في ام. اذا غنطبق هذه على هذا نحيد به القوس هذا، وعلى هذا نحيد به القوس هذا. لاحظوا معايا كتولي هي 2 اس 3. اتونسيون عام الاقوس، ماشي ندير 2 3 في اكس زائد 1، لا، هاد 3 هادي هي محسوبة على اكس على 1 بجوج، ندير 3 عامل اكس زائد 1. غالبا هذا نوع الاخطاء اللي كتكره التلاميذ، اذا 3 عامل اكس زائد 1. وهنا ماشي مشكل نكتب عندي غير عدد واحد 2 في اكس، ماشي عندي 2 وندير عامل اكس، حيت كاين عدد واحد. هذا ما قبضتش فيه. تخي بيان، دابا شنو كيبان ليا؟ ولا عندي 2 اس عدد في 2 اس عدد كيساوي 2 اس عدد. غير دابا هذا بوحديتو 2 اس عدد، 2 اس عدد هذا فيك ذكرنا، ماشي في التساوت هذا ا اس ان ا اس ام اللي كيساوي ا اس ان زائد ام. اذا هذا نقدر نرجعو اساس واحد، كان هنا دو باز، عاودلي بالضبط وحده، غتولي هي 2 اس هذا زائد هذا، طبق هذه بالضبط، غتولي هي 2 اس هذا اللي هو هذا زائد هديايا هي هديايا هذا ها هو كيساوي هذا، ما قبضتش فيه. دابا هنا شنو كنلاحظ؟ عندي 2 اس عدد كيساوي 2 اس عدد. هذا شنو كيعني؟ هذا ما متساويين، جوج القوى متساويين عندهم نفس لاباز نفس الاساس، اذا حتى الاس غيكون متساوي. يعني هذا كيعني ان هذا الاس هذا كيساوي الاس هذا، يعني هاد 3 عامل اكس زائد 1 زائد اكس زائد 3 اللي هي هذه كتساوي 2 اكس اللي هذه. نعاود، ملي يكون عندي في القوى عندي جوج القوى متساويين وعندهم نفس الاساس،
اذا عيك بالزيد عيك عندهم نفس الاس، والعكس اذا كانوا كنا جوج قوام متساويين عندهم نفس الاس بالزيد خصو يكون الاساس متساويين. اذا دابا انا فين 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 وليت؟ وليت في معادله عاديه. دابا انا خصم القوى، خصم القوى وخليتها دابا معها، بقيت في معادله عاديه اللي شفناها العام اللي فات. كنحيد الاقواس، كنشر هنايا ثلاثه نفرق على اكس وعلى واحد، يعني بحال هذا الشكل هذايا، ثلاثه اكس زائد ثلاثه، اتونسيون ها ثلاثه اذا هنا واحد راه غلط، ثلاثه اكس زائد ثلاثه زائد اكس زائد كتساوي جوج اكس، ونجمع ها ثلاثه اكس مع زائد اكس كما شفنا في التمرين الاول بالضبط، خاصنا رقم واحد، رجعوا ليه عند فابط اسماء الفيديو، انا مع هذا التفصيل، ثلاثه اكس زائد اكس هي 4 اكس بهذا الشكل، وثلاثه زائد ثلاثه هي 6 هي، وهي خليها كما هي، هذه معادله عاديه، هاد جوج اكس كنجيبها هنايا ونستغنديها له. كتولي هي 4 اكس ناقص 2 اكس، خلاص هاد 2 اكس مشات لها كتولي ناقص 6، مشات لها ولات ناقص، هذه هي 2 اكس كتساوي ناقص 6، يعني ان اكس كتساوي ناقص 6 على 2، يعني اكس كيساوي هي ناقص 3، الوغ انا لقيت اكس ديالي اللي هي ناقص 3، عوضوا هنايا بناقص 3 غتلقاوها صحيحه. تخي بيان، نمشيو للسؤال الموالي. بسيط سامبليفي، هذا عدد هذا x بوسونس موان 2 و y 2 اكسبوزون موان 2 سور x بوسونس 3 2 اكسبوزون موان 4 و y اكسبوزون 3. الوغ هذا باش نبسطو اشنو هو، ملي نقول بسيط دائما نشوف التبسيط، فكروا تحيدوا الاقواس، دائما فكروا تحيدوا الاقواس، وباش نحيد الاقواس غالبا يكون عندي واحد التساوت كيحيد الاقواس، ماشي غير حيدهم بيديك، لا خصك تساوت، واحد التساوت سبيسيال. وهذيك التساوت خصني نعرف كيفاش نختار التساوت المناسب، عطى الله الثوابت كاينين بزاف، ولكن كيفاش نختار التساوت المناسب اللي يكون كبير يكون صغير اللي يجيني هو هذاك. بحال دابا ملي كنقول هنايا اكس اس ناقص 2 اكغيك الكل اس ناقص 2، هاد ناقص 2 هادي هي بغيت نطيرها شنو خصني ندير؟ هادي بديك اولا خصني نتفرق على هادي وعلى هادي، شكون اللي قال علينا؟ قال علينا هاد العلاقه هادي هي، كان عندي ا بي اس الكل اس ان كيساوي شنو هادي؟ ا اس ان بي اس ان، هذا التساوت هو هو القوس حايد، شوف كنا قوس هو حايد بنفس الطريقه باش يحايد ليا هنا ياك. الوغ السؤال عندي بحال هكذا، هي اكس اس ناقص 2 فوا ناقص 2، هي دابا هنايا دابا هنايا هاد الا هاد الا هادي شكون هي هنا؟ راه هي اكس ناقص 2، هاد اكس ناقص 2 كلها هي ا، هادي كلها غندخل عليها هادي غتولي هي اكس اس ناقص 2 الكل اس ناقص 2 اللي هي اكس اس ناقص 2 ناقص 2 فوا إكغيك أس ناقص 2، هاهي دابا هادي هادي داتا هادي هاهي وداتا هادي هاهي، فما ممكن عليا ندير واحد السطر هنايا باش نبين أن نكتب هادي هي إكس ناقص 2 الكل أس ناقص 2 عندو هادي تخي بيان معليناش، وهادي أس 3 الكل أس ناقص 4 إكغيك أس 3، هادي عاوتاني ولات هي إكس أس 3 ناقص 4، حيت كاين تساوت اللي كي 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 كيحل هادي إكغيك أس 3. هذه هي اكس اس 4 ها هي اكس اس 4 فوالا، وهذه اكس ناقص 2 ها هي، وهذه اكس اس ناقص 12 ها هي، حتى شوف ناقص 4 وهذه هذه هي هذه تخي بيان. دابا هذه شنو ندير ليها؟ بحال نفرقهم بحال هكذا ماشي مشكل، حتى غير الضرب علاش بحال هكذا؟ غادي ندير بحال نقول هنا ا اس ان على ا اس ام، وانا نعطيك ا اس ان على ا اس ام، خصني نحيد هذا الكثر، باش نحيد الكثر غادي كاين تساوت مناسب اللي هو هذا. شوفوا دابا هنايا عندي ا اس ان على ا اس ان كيساوي ا اس ان ناقص ام، شوف الكسر حايد، ولكن ماشي هذه مطبقه على كل شيء، مطبقه فقط غير الكسر اللي عندهم نفس الاساس، شوف ا هي اكس اكس ايكغيك ايكغيك، اذا نقدر التساوي نحل به هذا، تولي عندي شنو هي؟ هي اكس اس 4 ناقص ناقص 12 حيت ان ناقص ام، فوقاني هو ان، تحتني هو ام، هي 4 ناقص ناقص 12 وهنا بنفس الطريقة إكغيك أوس ناقص 2 ناقص 3، هذا هو إن هذا هو إم، غادي نحسبها هذه هي 4 زائد 12 اللي هي إكس أوس 16، وهذه هي إكغيك أوس ناقص 5 حيت ناقص 2 ناقص 3. تخي بيان، هنا عندي هذه هي إكس أوس 16 إكغيك أوس ناقص 5، إذا نقدر هذه فين حيدها؟ هذه كتبقى بحال هكذا، فبقى لي فين نزيد، ممكن ندير إكس أوس 16 على إكغيك أوس 5، ولكن بحال بحال سي لا ميم شوز. المهم أنا كونو كملنا هاد التمرين هذايا، نتمنى تكونوا استفدتوا معايا مزيان، ودابا بقى لينا جو بونس واقيلا اخر تمرين اللي بقى لينا في هاد القوى، باش من موراه ندوزو كيفاش نبسطوا الاعداد يعني الجذور المربعه. اذا حاولوا تبارطاجيو هاد التمرين اللي كنعطيكم مع اللي كل اللي كان عجبكم بطبيعه الحال، اللي عنده شي اقتراح حطوا لي في الكومنتير. السلام عليكم.